السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا المرشح وكيل لائحة الحركة الشعبية كيحييكم وكيسلم عليكم، يقول لكم بأنه هو من أولاد البادية من قرية با محمد الضبط، ودخلت الفاس عام 1960 وقريت ومشيت للرباط الجامعة، ومن بعد مشيت لمدرسة القياد وخرجت قايد التاونات عام 1975، ومن بعد قايد وقايد ممتاز في ملال، ومن بعد مدير حي جامعي ديال دار المهراز فاس، ومن بعد العامل ديال زواغا مولاي يعقوب، ومن بعد العامل ديال الدار البيضاء عين الشق، ثم عامل في بولمان، عامل في الرشيدية، ونهيت المسار ديالي والي ديال جهات كلمين السمارة بالصحراء المغربية. ما كنقلب لا على مال ولا على جاه، كنقلب على المصلحة العامة. ومدينة فاس ولا الطيب عين بيضاء سيدي حرازم وحنا الان ولاد جرير، جربتو جميع الاحزاب. انا ماشي ضد الاحزاب الوطنية حاشا مع الله، انا ماشي ضد المرشحين الاخرين حاشا مع الله، ولكن تنقول كل واحد الكفاءة ديالو، كل واحد الامكانيات الفكرية ديالو والتجربة الادارية ديالو. راه اللي ما عندوش تجربة ادارية وما عندوش هاي الخبرة راه ما يمكنلوش يكون نائب برلماني، راه كيضحك على الشعب وكيضحك على راسه هو براسه. إذا ما كانش الإنسان مؤهل وعنده ثقافته العلمية ويكون ساكن في مدينة فاس أو في ضواحي فاس ماشي عيب، ولكن يكون متفرغ للعمل البرلماني، ما يكونش رئيس بلدية ولا عمدة أو وزير وباغي يكون برلماني. كي غيدير يخدمهم بثلاثة غيقولوا لي أنا بغيت نتحدى هاد الأحزاب، هادشي علاش بغيت نترشح. انا كنت والي قداش 16 الولاد كانوا في المغرب كل تواضع، ديت هاد دراعي انا عروبي وقريت وصلت حتى على مستوى في الداخليه. ولكن من خديت التقاعد جا عندي السي محمد العنصر الله يكسر خيره اللي هو الامين العام للحزب، وقال لي السي عبد الله انا كنت وزير ديالك، انا كنت وزير الداخليه وانت كنت والي، وكنعرف الكفاءه ديالك والقيمة الفكرية ديالك والقيمة الإدارية ديالك والقيمة السياسية ديالك، بغيتك هاد البلاد نتافع بهذا الشيء، وبغيتك تعاونني لأنني أنا طلعت رئيس جهة ديال فاس الكناس، بغيت رجل دولة يكون بجنبي. وفعلا قنعني وهنا جيت عندكم تنقول لكم إلى بان لكم إلى بان لكم الخير صوتوا على هاد العبد الضعيف، بان لكم شي واحد آخر أحسن مني صوتوا عليه، راه ماشي عيب. هضرة الرجال الله يكثر خيركم، سيروا تصوتوا عند كل شي واحد يقول انا ما نصوتش، انا يئست، انا قنطت من الاحزاب، انا قنطت من المرشحين. لا، الدولة ما فيهاش قنوط، ما فيهاش اليأس، يمكن يأس انا او ولدي او بنتي او مراتي، ولكن الدولة ما نيأسوش فيها. الى اسنا هذاك هو الدمار. والشباب كانوا جه نداء للشباب، ايها الشباب دخلوا الاحزاب السياسية، ناضلوا فيها، زعزعوها وخلقلوها من الداخل باش يكون ديمقراطية داخل الأحزاب، وتكونوا انتما هما النواب وتكونوا انتما هما المنتخبين الجماعيين، علاش لا؟ إذا أنا كنقول بأنه جيت بغيت نكون مدرسة متواضعة كيف كنت مدرسة في الإدارة الترابية، بغيت نكون يعني مدرسة متواضعة بالنسبة للشباب من أجل النشاط السياسي داخل الأحزاب السياسية. وإذا ما كانش النشاط السياسي وندعموا الأحزاب السياسية بالعطور الكفؤة ما يمكنش نوصلوا لشي حاجة. بغيت نوجه لكم نداء آخر، حنا الحركة الشعبية كيف غتحلوا الورقة ديال التصويت راه تلقاوها هي رقم واحد، رقم واحد. ما غتعذبوش راسكم، ما غتعذبوش
تحوش راسكم غادي تمشيو مباشرة للسبولة. كاين جوج سبولات، الأولى والثانية، كوشيو على الأولى وكوشيو على الثانية، وعندكم تغلطوا وعندك ستينا خرج على انا قد طوار. شكرا. انا برفع الدوار، شيء مؤلم، شيء يعني يحزن. انا متضامن معكم وكنوعدكم وعد قاطع، وعد المؤمن، والوعد المؤمن دين عليه. سأعمل ان شاء الله إلى فزت في الانتخابات، ماشي هذا وعد كاذب، ماشي لغة الخشب. الناس راه كيعرفوا عنوني عبد الله، والسمعة ديال تورنو متواضعة، وعلاقات الإنسانية، وكفاءته وتجربته الإدارية. ما غادي نقول لكم شي حاجة، لأنه ريال الجاوي كيبخر فاس ونواحيها. غنقول لكم من هنا بأنه هذا المنظر راه ماشي عندكم بوحدكم. أنا درت ولا الطيب كذلك في بعض الدواوير نفس المشكل. غندير جهدي مع الدوائر المنتخبة محليا وجهويا، وكذلك مع الدولة وطنيا ومع السيد الوالي، باش نحاولوا ما أمكن هذا الموضوع نهيوه. ما يبقاش الوضع الحار كيدور في الزناقي هكا والناس كتشوف هذا المنكار. احنا عندنا ميثاق البيئة، هادشي راه ضد البيئة، هادشي راه كيمس بالبيئة الوطنية. هذا راه كيقصد المجال ان شاء الله. انا كنوعدكم الى دز ولا ما دز، لانني غنكون ملصق بالحركة الشعبية في فاس، واخا ما ندوش راه غنجي عندكم، وغنجي عندكم وغادي ندافع ونكافح كي طلعت كي ما طلعتش. شكرا لكم، ونتمنى ان شاء الله هذه السنة تكون سنة الخير، سنة الأمطار، سنة الفلاحة. والفلاح راه هو الأساس، وبلا فلاحة ما يكونش، وبلا سبولة ما يكونش.